مساء الخير واهلا بكم في المواجهه مع النفس. دايما بفتكر جمله شهيره في فيلم سينمائي للراحله العظيمه سناء جميل لما قالت للراحل العبقري احمد زكي: احنا غلابه قوي يا سيد. حاسس انها لو عايشه معانا النهارده وشافت جرائم القتل الاسريه كانت غيرت الكلمه دي وقالت له: احنا بقينا وحشين قوي يا سيد. احنا بقينا بنصحى على خبر زوجه قتلت ولادها، زوج رمى ولاده في الترعه او في صندوق القمامه، أو ضرب زوجته حتى الموت، أو ابن قتل أسرته كلها. وأقصى حاجة بنعملها إننا بنتأسى يوم أو يومين بالكتير على السوشيال ميديا، وبعد كده بننسى تماماً وبنكمل حياتنا عادي جداً. إحنا كنا زمان لما نسمع قصة قابيل وهابيل كنا بنبقى مرعوبين، لكن دلوقت ما أعتقدش إنها ممكن تخوفنا أو تأثر فينا، لأنها بقت بسيطة جداً بالنسبة للي بنشوفه وبنسمعه اليومين دول. طب إيه اللي جرى؟ وهل الجرائم الأسرية بقت فعلاً ظاهرة تستحق الدراسة والعلاج؟ ولا يمكن السوشيال ميديا هي اللي بتحسسنا أنها بقت ظاهرة خطيرة والوضع مش بالسوء ده؟ وجئنا بنوع من الجرائم يبدو مختلف شوية. يعني فكرة الجرائم الأسرية، إحنا زمان يمكن مصر قامت وما قعدتش لما واحدة قتلت جوزها قطعته في كياس، يمكن كان في الثمانينات تقريباً، وكانت حالة يعني شديدة الغرابة. النهاردة بقى ده العادي، بقى منتشر. هل الأرقام بتقول كده ولا السوشيال ميديا يمكن هي اللي حسستنا بكتر الجرائم دي؟ الحقيقة تبين لنا إن حصل تغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية دخلت علينا على الأسرة المصرية وعملت التحولات دي، فأصبحت بقولك بدل ما تتميز بصفات معينة أصبحت فيها درجات العنف. هل المؤشرات الإحصائية حالياً بتشير إلى زيادة؟ آه نعم، الإجابة نعم في جميع الصور. الأول عايزين نتفق على حاجة معينة، إن دي مش ظاهرة، وإن الكلام ده موجود أساساً من بداية البشرية اللي هي قضايا الأسرة. طبعاً حضرتك عارف وعلى علم تماماً إن كانت أول جريمة قتل في الدنيا قابيل وهابيل، فدي أعمال منفردة كلها. اللي حصل إن إحنا السوشيال ميديا واللي إحنا التطور التكنولوجي اللي إحنا عايشين فيه أثر علينا في المجتمع. الكارثة بقى ان الموضوع مش على قد ان هو الجرائم القتل دي في الفئات اللي هي الغير متعلمة او الفئات مستوى التعليم عندها قليل او المستوى الاقتصادي والاجتماعي عندهم قليل، لا ده احنا بصينا لقينا دلوقتي الفترة الأخرانية في دكتور بيقتل مراته دكتورة، وفي مهندس بيقتل مراته مهندسة. لا، هي في المعدل الطبيعي واقل من الطبيعي كمان، لكن زي ما ساعتك تفضلت وقلت السوشيال ميديا بتساعد على ان كل الناس تعرفها. كانت الاول يا دوبك القائمين عليها والجرنان صفحه الحوادث وخلصنا على كده، لكن هي عددها قليل جدا. احنا معدل الجريمه ساعتك لما نيجي نحسبه ما نحسبوش انها يعني ابراز للجرائم من عدمه، ولكن احنا بنحسب عدد الجرائم مقارنه بعدد السكان. فهي يمكن هذه الجرائم إذا تم إبرازها عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق كافة وسائل التواصل الاجتماعي، الناس بتاخد هنا دلوقتي عنها انطباع أنها ظاهرة، أنها أعداد كبيرة. كلامنا طبعا مش حقيقي، لأن لما نيجي نحسب كم جريمة ارتكبت مع عدد السكان هنلاقيها طبعا نسبة لا تذكر. طبعا الشيء المؤسف جدا هو عقوق الأبناء والأحفاد. فبعد ما كنا نقول ده مامتنا ولا جدتنا ده بركة ونبوس إيديها ويا رب ودعينا يا تيتا ودعينا يا ماما الكبار في السن، لا، بيضربوهم، بيتنمروا بيهم بالاستهزاء. يجيب الولد التافه الشاب ده المراهق فيلم يفرج تيتا عليه فتشوف مثلا حاجات فتقول إيه ده، معقولة حصل كذا، وهي بالعهد طبعا القديم يتنمروا عليها، يضحكوا ويعملوها سخرية لهم وهي بتشعر. خلال الفترة الأخرانية دي بجرائم غريبة جدا جدا دخلت على المجتمع المصري، وكانت الجرائم دي بالنسبة لينا هنا في مصر يمكن كنا نسمع عنها في مجتمعات تانية، وخاصة جرائم القتل ما بين الأصول والفروع، جرائم القتل ما بين الزوجات والأزواج. ويمكن المجتمع المصري الفترة الأخرانية لاحظ إن في جرائم قتل كتير حصلت ما بين زوجات وأزواجهم. الجريمة بالفعل اتطورت الفترة الأخيرة، وده احتاج يواجبه تطور تشريعي. وجرائم الأسرية سببها في الأصل رقم واحد النشأة والبعد عن تعاليم الأديان. بما أن ضيوفنا الكرام اختلفوا فيما بينهم في كون الجرائم الأسرية بقت ظاهرة ولا مجرد جرائم عنف متكررة عبر التاريخ، خلينا ندخل في الموضوع على طول ونبدأ نحلل النوع الأكثر شيوعاً وهو القتل
بسبب الخيانة الزوجية، واللي غالباً بيكون فيه طرف ثالث شيطاني، أو نقدر نقول إن ليها سيناريو معتاد، وهو إن الزوج أو الزوجة بيظهر لهم شخص ما في صورة عشيق وبيلعب على وتر الاحتياج العاطفي والرغبات اللي هم محتاجين لها، وبيوسوس لهم بأن التخلص من أحدهما هيخلي قصة الحب المحرمة دي تخرج للنور، رغم أنهم دايماً بيكون مصيرهم وراء القضبان أو على حبل المشنقة، وبيسيب وراهم جريمة نفسية تانية في حق أطفال بيفضل العار يلاحقهم طول عمرهم دون أي ذنب ارتكبوه. صديق أخوها بدأ يعمل تردد عليهم وبدأ يتصاحب على جوزها عشان يوصل لها هي، وللأسف أقاموا برضو ما بينهم وما بين بعضهم علاقة غير مشروعة، وكان نتيجة دوت إن هو كان دايماً بيستفزها ويحاول يخليها إنها يوصلوا لمرحلة إن هم تقتل جوزها، وحصل فعلاً إن هي اتفقوا مع بعض، حصل اتفاق جنائي ما بينهم إن هم يستدرجوا الزوج دوت لمنطقة صحراوية في طريق بلبيس لو حضرتك تسمع عنه. واستدرج الزوج دوت وقتلوا دبحا، وكان بتخطيط من الزوج والزوجة. يعني طبعا في فارق بين زنا الزوج وزنا الزوجة، زنا الزوج يتحقق فقط في منزل الزوجية، أما زنا الزوجة يتحقق في أي مكان. ثانية واحدة عشان دي معلومة ممكن تهم يعني السادة المشاهدين أو تلفت نظرهم، الزوج لا يتحقق عليه وقعة الزنا إلا لو في بيت الزوجية فقط. يعني لو واحدة وصلت أو عرفت أن جوزها بيخونها في بيت تاني ده كده مش متحققة بالنسبة لها، ممكن تكون الزنا. مراته وارد جدا تكون مراته، ولو ثبت أنها مش مراته لا مفيش عقوبة زنا، لا تتحقق طبعا. الركن المادي في المشرع اشترط في جريمة زنا الزوج أن يكون داخل مسكن الزوجية، وما فيش أي مخففات عقاب لو الزوجة قتلته، ما فيش أي سبب. ممكن بقى المحكمة تستعمل برضو الرافعة بنص المادة 17 أنها تنزل بالعقوبة درجة أو درجتين. ولو ثبتت عليه وقعة الزنا ليه حكم؟ عليه حكم؟ لو طبعا الزنا الحكمي العقوبة لحد سنتين، يعني من سنتين لخمس سنين لو الزوج في منزل الزوجي. تمام بالظبط كده. ولو في منزل آخر ما فيش عقوبة عليه طبعا، وهي هنا طبعا ده ضرر يسمح لها بالتطليق حالا، يعني تطليق فورا للضرر، وسواء كانوا الأزواج مسلمين أو من غير المسلمين. لكن العكس، الزوج لو لقى زوجته في أي مكان في العالم في وضع خيانة يقدر أو يقع عليها حكم الزنا. حالات الزنا حددها المشرع على سبيل الحصر، مش على سبيل القياس، يعني مش بنقيس الحالة. ومنها وجود مكاتيب تثبت الزنا، يعني قد تكون بعض الرسائل الإلكترونية بس مش بحبك والكلام ده، لا تثبت زنا، يعني بيشرحوا لبعض وقعت عملوا إيه في ليلة امبارح يعني، أو عملوا إيه في الأيام اللي فاتت، يكون فيها تفاصيل واضحة. المكاتيب يكون فيها تفاصيل واضحة لوقعة زنا. تواجد النساء في أماكن أو الرجال في أماكن مخصصة للنساء أو التلبس بحالة الزنا، دي حالات حددها المشرع على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها. في شارع الهرم كان في شاب مشهور بأنه مهندس، هو شهادة متوسطة بس كان أشهر مهندس صوت في ملاهي شارع الهرم. هو كان متجوز واحدة شكلها غلبان كده على قدها، أم عياله، وبعدين لما لعبت معاها البلية واشتغل في المحلات دي كلها اتجوز رقاصة درجة تانية، وبعدين اتجوز مطربة درجة تانية، وهوب لقيناه البلاغ إن هو في البيت نايم وعلى وشه مخدة وواخد طلقة في دماغه، والست اللي مبلغة أم عياله. جبنا وبتاع، قال لي خلافات ليه حاجة؟ أبدا، طوب الأرض بيحبه فعلا. لما سألنا عليه حسن السمعة جدا وحسن السيرة وبتاع، بس هو في تكة إن هو يعني مغرم بالستات شوية. الشبهات جت على الراقصة الدرجة تانية والمطربة في كبريهات وبتاع، وخط سيرهم يعني مش لصالحهم. هريناهم بحث وكده، والآخر طلع إن الست الغلبانة اللي إحنا كنا مستغلبينها وبنعزيها وبنديها فلوس وبتاع أم عياله، هي اللي ارتبطت بعلاقة غير شرعية، ما هو مش فاضلها بقى متجوز ثلاثة غيرها، مع واحد شكله يعني كده يعني غير مستساغ خالص وغير عاطفي خالص، وعنده سبقتين ثلاثة، وقرروا التخلص من أبو علي عشان خاطر الجو خلالها، فسابت المفتاح للفندي دوت وخرجت في مناسبة زي اليومين دول كده مولد النبي تودي علبة الحلاوة لأمها، وقالت له أنا خارجة من ساعة كذا، وهو نايم قتيل. ف
فدخل نايم كده خاف حتى يضربه هو يواجهه كده في وشه كده، فحط المخده لما جبناها بقى يعني حط مخده على وشه وضرب عليها. بيبدا يدخل بقى الشيطان ما بينهم ويبدا يوهمهم ببعض التفاصيل ان ده بقى ان الزوج ده هو العقبه بالنسبه لنا عشان علاقتنا دي تكمل مع بعض، فاحنا لازم نتخلص من الزوج ده. وفي حاجه كمان هي سيكولوجيا ونفسيا، لما الست بتبدأ تعمل علاقة غير شرعية مع الشخص اللي هي بتعرفه بعد كده ما بتتقبلش زوجها في علاقة. الزوج طبعا بطبيعة الحال لما بيرتبط مع زوجته وبيبقى بيضطر بيسعى في العمل وفي الإجهاد بره عشان يحقق طلبات البيت، هي في الوقت ده بتلاقي كتير من الفراغ، وربما تكون كانت على علاقة قبل الزواج بشخص ما، وربما تكون اتجوزته لظروف اجتماعية أو ظروف مادية بشكل معين، فهي جواها نوع من أنواع الرفض والكره. لما بتبدأ تعمل علاقة مع العشيق، العلاقة بتاعتها مع العشيق بتخليها تكره أكتر زوجها، وتصل إلى مرحلة فعلا إن هي بتبقى نفور منه، بيبقى فيه برود وفي نفور ويبقى فيه رفض، وتبدأ يحصل نوع من المقدمات اللي احنا بنقول عليه إنها بتتلكك له وبتعمل مشاكل من غير سبب. بيبقى واضح إن في مشاكل بشكل كبير جدا مش باينة لها سببها إيه، والسبب الرئيسي بالنسبة لها إن هي مش متقبلة. مع استمرار ده ومع استمرار تعلقها بالعشيق بيبدأ يصل لمرحلة انها بتبقى تصل انها ما عادش قادرة تستحمل انها تبقى في علاقة منقسمة بين طرفين، فبتبدأ تقرر انها تتخلص من هذا الزوج. الزوج لو قتل زوجته وهي في حالة زنا حكم مخفف جدا واحيانا مع ايقاف التنفيذ، ده المشرع، بس طبعا الامر مش مفتوح، لا ده ليه حالات معينة. هو طبعا اللي حضرتك بتحكي عنه ده بيسموها الجريمة الاستفزازية، وهنا المشرع راعى حالة الهياج النفسي للزوج اللي هو تفاجئ، يبقى شرطه عنصر المفاجأة. أما لو الزوج كان عارف إن هي كانت بتخونه وابتدى يخطط ويدبر للجريمة، فهنا أمامه واقعة قتل عمد، وقتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. ليه العكس مش مطروح عند المشرع، فكرة الزوجة إن هي تكتشف خيانة الزوج؟ والله هو يعني قال لك يعني مبررات المشرع بيقول لك إن الحياء لدى الزوجة أكبر منه بكتير لدى الزوج، يعني حياء الزوجة إنها ما تفعلش هذا الفعل، يعني هي دي النقطة. ولذلك ده أنت عارف حق إن العذر ده شخصي للزوج وفقط، العذر ده مش موجود للأب ولا موجود للابن ولا موجود للأخ ولا موجود للزوجة، مع إن إحنا برضو كقانونيين دايما كنا بنطالب بان العذر ده ممكن يتوفر للاب، اب لقى بنته في الشكل ده وحصل هذا الموقف. اصل الاستفزاز موجود، وانت بتقول مبرر الاستفزاز، يعني انا عملت العذر ده مسمى عندنا لدينا عذر الاستفزاز، استفز، طب ما هو الزوج هيستفز والاب هيستفز والاخ هيستفز والزوجه هتستفز. وحتى ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ده لو الزوج دخل يقتل الزوجه ومن يزني بها عند توفر الاستفزاز، لو الراجل اللي بيزني بالست دي قام استعمل مع الزوج الدفاع الشرعي وقتله له حق الدفاع الشرعي. لا يعني هو لو زوج دخل اكتشف ان زوجته بتخونه مع شخص وحاول يقتل هذا الشخص، بس هذا الشخص دافع عن نفسه وقتل الزوج، ما ياخدش عقوبة؟ بيتوفر ليه حق الدفاع الشرعي، ياخد عقوبة الزنا بس. بالظبط كده، وعقوبة الزنا خلي بال حضرتك يا جريمة الزنا لازم يترفع دعوة من الطرف الاخر. الزوج مات، مين اللي هيرفعها؟ ما هي دي المشكلة. ثالث يوم عيد في 2017 خرج الساعة 8:30 وساحبين الطفلين اللي معاهم ولاده، وراح عند حماته جنبي، يعني ما تبعدش عني على بتاع 300 متر و 400 متر. بعد 10 دقايق بالظبط كده خرجوا على إن هم يروحوا يجيبوا يحجزوا عربية للست هاني مراته، يعني خارجين ومديها 5000 جنيه في جيبه ورايحين يحجزوا لها عربيه على الدائري فين؟ في مدينه نصر. فجبنا عمها خدوا معاه، قالوا انا رايح على مدينه نصر، قالوا طب تعالى انا رايح هناك. وعليه 8:30 خرج من البيت، يعني ما خدش بتاع ساعه كان كل حاجه انتهت. عملته محضر، انا مانيش شايف بالليل هو لابس ايه، انا خدتها معايا عشان تقول هو كان لابس ايه. المهم طلعت على الدائري ادور وهي معايا بتدور، بس انا عملت ايه، انا بلغت التليفونات عشان اعمل تصنت اشوف ابني راح فين.
ليه شكيت في ابن عمها ده بالذات؟ لأن هو ده أبوها كان موصي قبل ما يموت. أبوها توفى موصي قبل ما يموت، قال له يا سيف ما تروحش عند الجماعة دول. أبوها مات، بقت هي تروح له. بعد وفاته بقت تسيء في الكلام. لما سأت في الكلام أنا اشتكيتها على طول، راح قبض عليها بقى وهي بتتجوز ابن عمها اللي هو اللي هو اللي هو السبب في الأذية دي كلها. قتلته ازاي هي وابن عمها؟ اول ما نزل كان بيكلمه على انه بيعاملها معاملة وحشة، لدرجة ان شذ ابني اضطر يمسكه في بعض، هو معاه مطوة ضربه في قلبه وكان طعنة في جنابه، وبعدين ابني من قوته ركب عليه، بعد ما ضرب ابني ركب عليه، السواق اللي هو جايبه صاحبه جاب طوبة خبط ابني على دماغه خلص عليه. في المحكمة هل اعترفت بأي حاجة بقى قدام المحكمة؟ كل صغيرة وكبيرة يا بيه. قالت إنها قتلته ليه؟ مش عايزة. طب بتتجوزي ليه؟ بتتجوزي ليه؟ يعني تتجوزه كده عشان خانة خلاص؟ الزوجة الخاينة عايزة إيه من جوزها؟ ما هي تتطلق؟ يعني في زوجات منهم، طب ما اتطلقتيش ليه؟ لأ ده هي وعشيقها خططوا يقتلوه. يعني هل بيوصل العلاقة بينها وبين زوجها لهذا الحد من الكراهية؟ ممكن هي مش عايز تطلق، لان لو اتطلقت هيبقى في مجموعه كبيره جدا من الخسائر، ممكن خسائر انها تخسر ولادها، انها تخسر الفلوس او اللي كان بيصرفه عليها زوجها، ان هي في نفس الوقت عايزه ان هي ترتبط بالشخص اللي هي على علاقه بيه. وهنا في الوقت ده هي بتقع في صراع ما بين حاجتين، عايزه استمر بالمكاسب الماديه والماليه ويمكن الميراث وممكن الاولاد، وفي نفس الوقت مش عايزه الشخص ده، انا عايزه حاجه تانية. في الوقت ده يبقى لازم تتنازل عن حاجه من الاثنين، فالاسهل بالنسبه لها ان هي ممكن تصل ليها لدرجه انها تخطط مع كتير مع عاشقها انها ننهي وجود هذا الشخص، لان هو العائق لاستمرار العلاقه بتاعتنا، بدون ان انا اخسر سواء ميراث او ان انا اخسر اولادي وان هم يفضلوا معايا بشكل ما. ام مع الاسف كان ليها عشيق ومارست معاه الزنا، فطبعا الام دي كانت محرومه، عندها كبت جنسي من سنين، وكان الزوج مريض ولا يمارس معاه هذه العلاقه، فبالتالي هذا الرجل يعني تعرف عليها وابتدى يمارس معاها في غياب الزوج احيانا، وبياخدوا مواعيد طبعا بصعوبه على ما يلتقوا، فابتدت الموضوع ده يبقى معاها حوالي 7 شهور، فأصبح برضو نوع من أنواع الإدمان، بس إدمان زنا، وهي مش قادرة تبص في وش جوزها ولا حتى أولادها. فهنا ابتدى يقول لها إحنا عايزين الجو يخلو بقى من الموضوع ده، إيه رأيك نبقى مع بعض على طول؟ وافقت جدا ورحبت مع الأسف، وكان عندها 3 أطفال تقريبا من حضانة ما يتعداش التالت، أولى يعني 6 ابتدائي أو حاجة. فطبعا قالت له هعمل ايه؟ قال لها نتخلص منهم بطريقه شيك، يعني انا هجيب لك عصير 4 علب، التلات اولاد والاب، يبقى كده 4 علب عصير، وانا هعرف اتصرف واحط ماده سامه في العصير. فمع الاسف وانا يعني كنت بحلل هذه الحادث، لانه حادث فعلا حقيقي واتكتب عنه كتير، لقيت انه الاولاد تالموا جدا، الاطفال قدام مامتهم وهي قاعده مستنيه يلفظوا انفاسهم الاخيره، لا تاخذهم يعني ما اخذتهاش بيهم الرحمه ولا الشفقه، وقاعده بتتفرج عليهم. اما طبعا صراخ الاولاد وصراخ الاب، ابتدت الجيران عايزه تخبط، ففعلا خبطت وودتهم المستشفى لان الشكل كان يعني مش طبيعي، ولكن طبعا الأطفال الثلاثة توفوا والزوج هو اللي عايش بأجوبة. أي كبت ممكن يؤدي إلى الانفجار، وزي ما قلنا إن الكبت بالنسبة للزوجة دي حصل كبت مرة واثنين وهي اشتكت، لو هي اشتكت كان لازم يشوف اللي يبالها فيها حل. الزوج اللي غير قادر على القيام بواجباته الزوجية بتنصح الزوجة بالطلاق؟ لو هي فعلا مش قادرة تستمر معاه، يبقى فعلا الأفضل لها أنها تنفصل، مدام حاسة إن هي مش هتقدر تكمل معاه، لأن هو بالشكل ده بالنسبة لها هيبقى إزاء، وهي عندها احتياج، فقدامها هيبقى حاجة من الاتنين، يا تتخلص منه يا ما تخونه، وفي الحالتين هيبقى بالنسبة لها صعب، فالأفضل لها أنها تنفصل وتقيم علاقة تانية بجواز تاني سليم. يمكن يكون مشاهدين الأفاضل مش متعودين مننا على هذا النوع من الموضوعات، لكننا اعتدنا في المواجهة على مواجهة الواقع السيء مهما كانت قسوته. عشان كده عرضنا مجموعة من الجرائم اللي أكاد أجزم
إنها كان ممكن ما تحصلش أصلاً لولا العاهات والتقاليد إياها بتاعت جالها عريس كويس مش بتحبه بس بكرة العشرة تخليهم يحبوا بعض، أو ما عندناش بنات بتطلق مهما كانت حياتها سيئة وكلها ضرب وإهانة وخيانة. إحنا متعمدين نلقي الضوء على موروثات اجتماعية ثبت فشلها الذريع، ودي مش دعوة للطلاق اللي انتشر بالفعل ولا تبرير للخيانة الزوجية، بس لازم نفهم أهمية جملة استحالة العشرة بينهما قبل ما نلاقي جرائم في أسرنا زي الخيانة والقتل. ودلوقت تعالوا نشوف نوع آخر من الجرائم الأسرية المؤلمة والمؤسفة. أم في أحد أحياء القاهرة، ابنها الكبير والوحيد كان مقبل على الزواج، فسألته على مين الزوجة اللي هيرتبط بيها. تبين أن الزوجة اللي هيرتبط بيها دي كانت زوجة أحد أصدقائه، وهذه السيدة يعني لا تتمتع بالقبول ولا بالسمعة الطيبة لدى الأم. الأم حذرته وقالت له هذه السيدة بلاش منها، بلاش تتجوزها، لأن هذه السيدة عليها قولان وعليها كلام كبير. للأسف الابن، ودي حاجة يعني برضك شاذة، رفض كل نصايح الأم. الأم صممت، جه في أحد الليالي وابتدى راح ضارب الأم لغاية ما قضى عليها تماما وفارقت وزهقت روحها إلى بارئة. هو شخص ضعيف شخصيا، ولما انجذب للإنسانة التانية فالإنسانة التانية ابتدى يشوف إن في عائق وجود الأم في العلاقة دي إن هي تكمل، فهو ارتبط عاطفيا بالإنسانة التانية. ففي ناس لما بترتبط عاطفيا ما بيشوفش وما بيدركش مين اللي حواليه، فهو كان شايف إن أمه دي مجرد زي حاجز أو مانع كانت منعاه عن الجوازة، أو كانت مش راضية إن هو يتجوز، فقالك إن أنا أتخلص منها. في قضية مشهورة في القاهرة، في أحياء القاهرة، أب صحي من النوم، طفلة عندها 5 سنين فوجئ إن هي أكلت أكله. يعني شوف قضية غريبة جدا، عذبها وضربها وضربها كمان بالشاكوش، وسابها تنزف أكثر من حوالي 7-8 ساعات، واتصل بصيدلي. الأكثر من كده إن أمها على الرغم إن هي ست متعلمة لأنها جت من الشغل، كانت شغالة في مدرسة أو حاجة زي كده، ساعدت على إن هو تخفي الجريمة اللي هو عملها، والبنت توفت من أثر الدماء ولفوها بشاش. اكتشفوا الجريمة إزاي؟ إن هم رموها تحت كوبري المقطم أحد الناس، ونشروا صورها وبتاع، واكتشفوا بعد كده أن والدها وأن والدتها هما اللي ارتكبوا الجريمة. قسوة مفرطة جدا، ودي غالبا بتكون أن الست ديت ما كانتش مؤهلة، أو الأهل الأسرة دي ما كانوش مؤهلين أصلا أن يبقى عندهم أطفال، ولا فاهمين يعني إيه قيمة هذا الطفل ولا إزاي التعامل معاه، فبيبدأوا يستخدموا نوع من أنواع العنف تجاهه، ممكن يكون إزاء بدني إزاء جسدي، ويبقى فيه نوع من أنواع الضرب، وفي بعض هذه الحالات من كتر الضرب ممكن يصل إلى مرحلة القتل. يمكن النوع الوحيد من الجرائم الأسرية اللي صعب يكون له تحليل أو تبرير هو جرائم الأباء والأبناء، لأن مهما حصل صعب نتقبل أن حد يتخلص من حياة أقرب حد له في الدنيا، سواء أبوه أو ابنه أو أمه. عشان كده غالباً بيكون مرتكب الجريمة دي مريض نفسياً أو تحت ضغط نفسي رهيب، وأحياناً بيكون سليم، بس إحنا اللي بنفضل اعتباره مريض عشان نشعر إن الدنيا لسه بخير. الأب اللي خد ابنه في عربية وراح على الصيدلية وجاب مخدر واداله وراح في حتة وقتله، عمل إنه مجنون، لكن طبعاً اتحكم عليه بالإعدام طبعاً، لأن مع قتل مع سبق الإصرار والترصد خد إعدام. واحدة سجانة في سجن القناطر للنساء وميسورة الحال، وبانية بيت خرسانة زي ما بيقولوا، طوب أحمر وبتاع، ومتجوزة ومخلفة عيال كتير جدا، وفجأة اتبلغنا بأن السيدة وزوجها وأربع أبناء من أبنائها مدبوحين، واللي نجا من الحادثة بس ولد عنده حوالي 12 سنة كان بايت عند جدته. من ضمن التفتيش بقى، يعني أنت بتفتش في قضية قتل المفروض بتشوف مسرح الجريمة والدماء والحاجات والطب الشرعي والأدلة بترفع الآثار دي، أنا بدأت أفتش في الإدراج والدواليب والحاجات دي، استرها نظري ان في ورق من مصحات نفسيه
طب شوف بقى الولد قعد تجمع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا روشتات باسم الولد الصغير اللي كان بقيت عند جدته. في الليلة الموعودة دي جاله شيطانه قال له إن الناس دي أحسن ناس ليك وأقرب ناس ليك وهيتعذبوا، قوم خلصهم من العذاب. دخل المطبخ جاب سكينة طخ 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 طخ. ولد اللي عنده 12 سنة؟ 12 سنة دبح العيلة كلها ودخل استحمى بعديها ده في مخ وتخلص من الدم اللي فيه، وخد الهدوم الملوثة رماها في ترعة وقام رايح نايم عند سته، هو متعود إن سته بتشفق عليه عشان مرضه ينام عندها كل مدة. احنا بنسميه الميرسي كيلينج او القتل الرحيم. القتل الرحيم ده بيكون الشخص عنده افكار خاطئة ومعتقدات خاطئة عن ان مثلا ان الدنيا دي كلها عذاب، ان الدنيا دي كلها سيئة، وان الاهالي اهاليه واهله واخواته كلهم بيتعذبهم وبيتأذوا في الدنيا دي وانا عايز اريحهم من هذا العذاب، وبالتالي بيقوم يقتل كل المحبين بيه. وغالبا لما بيكمل بعد ما بيقتل كل دول بيحاول هو ينتحر هو نفسه عشان يبريح النوع ده موجود، ودي نوع من الجرائم مشهورة في العالم كله، وكتير من الأبهات بيقدروا يعملوها، وكتير من الأمهات لما تلاقي الأب يلاقي إن عنده مثلا ديون بشكل كبير جدا وحاسس إن هيحصل فضيحة لأسرته أو حاجته بعد ما يموت فممكن يقتل كل أسرته وبعد كده بينتحر. في قضايا تانية أسوأ من دولت في اسم البستان، قاعدين شغالين مع تشكيل عصابي في زيطة بره وفي تجمع على باب الاسم أهالي، في إيه يا ابني في إيه؟ قال ده في واحد رجع على غفلة لقى واحد عشيق مراته معاها في الشقة. قعدنا يجي نص ساعة معاه خلصنا شغلنا ونزلنا معاه رحنا البيت، بيت متحاصر بأهليته وبتاع. هو فتح الباب بتاع الشقة اللي قفل على العشيق والزوج، العشيق لما أخذ قاعد بالأندروير، فقلت دول خدوا هدومه، بقول له فين هدومك؟ قال لي اهي جابها من تحت السرير. هدوم كانت متيسرة عندك ما لبستهاش ليه؟ والراجل عندنا بقى له نص ساعة ونص ساعة تاني قبلها يعني ساعة، حاجة لازم طبعا المبتدئ يشك فيه. أنا شكيت إن البلاغ مفتعل، فتعالى يا عم أنت بتتهم مراتك بالزنا؟ بتتهم مراتي بالزنا، وده إيه ده أعز أصدقائي؟ طيب خدوا أقواله واثبتوها. فأنت يا ابني؟ قال هي اللي أغرتني. وأنت مش صاحبك؟ هي اللي أغرتني بقى وقابلتني، وهي تقول والله العظيم وتحلف وحسبي الله ونعم الوكيل وبتعيط بجد. في الاخر سالت سؤال يعني مش هو يعني، قلت له طب تعرف علامه من علامات جسمها من جوه؟ انا عايز ااكد لنفسي حاجه. قال لي وبدا هيسرد في كذا وفي كذا وفي كذا، وانا لسه مجهز في الورق كده ولقيت هي رقعته الم على وشه، الالم ده وجعني انا وانا قاعد. قلت له جوزي اللي قال لك يا ابني كذا وكذا، الألم ده أكد لي الشك اللي جوايا إن هي صادقة وإن دي تمثيلية. قلت له بس خرج أنت بقى بره، خش في أوضة تانية، تعالى لي أنت هو بقى يا حبيبي. هعرف الحقيقة دلوقتي لأن ما مش هنمشي، وهيتعمل لك كذا وكذا وكذا. الواد مهم بالمواجهات والحاجات، الواد انهار. الله يخرب بيتك يا فلان، أنت وخلافاتك مع مراتك وحاجتك ومش عارف إيه، أنا هقول على كل حاجة. هو متخانق مع أهله ومراته، هو متجوز بقى له 3 4 أشهر وشكله كده ملوش في الستات، ومراته طلبت الطلاق واهلها، واهلها يتكوا عليها يقولوا لها لا خليك شويه بيتعالج بيتعمل. وبعدين هو حس بقى انه يخرج بفضيحه كده وهيدفع مؤخر ويعمل بتاع، فجابني واتفق معايا نعمل الفيلم ده. هل ده انسان في من الرجوله والنخوه، ولا ده مريض نفسي؟ وهل عجزه عن القيام بدوره كزوج خلاه ينتقم انتقام زي ده؟ عجزه طبعا، العجز الجنسي بالنسبه للراجل طبعا من الحاجات اللي بتشكل ضغط نفسي وضغط عصبي على الراجل وبتحول مسار تفكيره، لان من اهم ما يميز الرجوله زي ما احنا بنتكلم في النقطه دي، فهو طبعا واضح ان ممكن يكون كان في رغبه ملحه من زوجته في بحقوقها الشرعيه الطبيعيه، ولكن هو كان ضعيف جنسيا او عنده عجز جنسي، فابتدى بقى بدل ما يفكر ان هو يعالج نفسه بطريقه معينه ويستمتع بحياته بجزء معين او ما يظلمش وجود زوجه موجوده في حياته، فابتدى يفكر في الانتقام علشان يخلص من حقوقها. برضو انا بيحضرني برضو قضيه زوج قتل زوجته رغم تقدمه في السن جدا، كان عنده حوالي 78 سنه وهي كانت عندها حوالي 75 سنه، وللاسف كانت قاعده ما بتتحركش
ولكنها كانت بتتعدى عليه بالقول كثيرا على حد كلامه بعد ما ظبطناه يعني. وبعدين فضل قتلها وقتلها بطريقة كانت بشعة جدا صعبة جدا، انه قتلها بفردة الحذاء بتاعته، فضل يضرب بيها يضربها على دماغها فترات طويلة وهي قاعدة مش قادرة تتحرك. اما ظبطنا الراجل طبعا برضو بصعوبة بالغة، لان ايه اللي هيبقى الدافع اللي قتلها يعني، ما برضو كانت الحياة بينهم مستقرة، ده عمر طويل جدا متجوزها اكتر من قرابة 50 سنة أو أكثر من 50 سنة، عنده منها أولاد وأولاد كبار وأولاد شغالين وفي وظائف محترمة. كانت من النوادر وهو بيتحبس أو أما خد الحكم وإحنا في المحكمة كان بينادي على أحد أولاده ويقول له في تلاجة وتلفزيون في الشقة وحد يتصرف فيهم لحد ما ممكن الخمسين سنة جواز ديت مع تراكمات مرة واثنين وثلاثة، فيبدأ يصل به الأمر إلى أنه ما عادش قادر يتحمل. في ملحوظة مهمة جدا، أن كتير من قتل الزوج للزوجة بيكون بيشمله حاجة أساسية هي الحب والاعتمادية، وفي نفس الوقت عنده شعور الكره والاحتقار، يعني هو بيكرهها وبيكره الست نتيجة انها بتهينه وتأذيه بشكل كبير، لكن هو معتمد عليها ومعتمد على العلاقة دي لفترة طويلة جدا. فبيصل إليه الوقت من الأوقات ان هو أهون إليه انه يقتلها ولا ان هي تبعد عنه، فبيبقى نوع القتل هنا نوع من القتل عن ناتج عن طريق الحب والعشرة اللي كان مستمر لفترة طويلة جدا. ولكن والقتل الوحشي بالحذاء ده، هل دي كراهية يعني مدفونة للدرجة دي، ولا هو أصلا راجل عنيف يعني؟ ممكن هو راجل عنيف، وممكن يكون الاسلوب ده كان اسلوب متبع بقاله فتره معاها، محدش يقدر يقول، ما يمكن هو ده طريقه تاديبه ليها بفتره طويله، ويمكن هو ده اللي اتعود عليه بفتره كبيره، لكن ما ظهرش لينا كمجتمع الا لما حصلت حاله الوفاه. جات لي قضيه اسره عاديه ان بنت عايزه تتطلق من جوزها، فوجئت ان اهلها جولي وان هم منعوها من ان انا اكمل اجراءات القضيه. اكتشفت ان انا يعني في اتصال لازم بينا عشان الجلسة وحاجات معينة، قالوا دي انتحرت. سبب الانتحار طبعا ان اهلها منعوها ان هي تستكمل، فطبعا البنت اتدمرت نفسيا. بناء على تحليل المتخصصين واضح اننا بنخلط احيانا بين المرض النفسي والضغط النفسي اللي ممكن يخلي حد مسالم جدا يرتكب جريمة عنف لمجرد أن شايل جواه عقد وضغوط نفسية متراكمة من سنين طويلة، أو حد خايف من فضيحة قدام مجتمع ما بيرحمش. لكن ده مش معناه أبداً أن كل المجرمين في الأصل ملايكة، لا، في منهم شهواتهم بتحركهم وبتخليهم يرتكبوا جرائم لا تليق بالإنسانية، علماً بأن السلوك الإنساني السوي أرقى بكتير من أفعالهم دي. بعض الأسر إحصائيا تبين لي إن فيها تحرش اللي بالأطفال، الجنس بالأطفال، ومن أقرب الناس إليهم عم خال أخ أخوها، والأطفال أنا قصدي ولد أو بنت، والذكور بالعكس ده دول عرضة للتحرش الجنسي أكتر من الإناث. في هتك العرض في داخل الأسرة؟ مواقعة زوج لزوجته من خلف ده هتك عرض، خلاص قضاء حكم كده وجيب لك 100 قضية كده. هل في اغتصاب؟ أنا قعدت مع واحد في لومان أبو زعبل، وكنت أنا اللي طلبت أقعد معاه مش ما كنتش الباحثين، وجابهولي المأمور لأنه اغتصب 3 بنات من بناته. هنقول طيب هو جاهل؟ لا مش جاهل، ده خريج بتاع تجارة. الله، كان بيشتغل في دولة عربية سعودية. نعم، كل دي حاجات خلتني عايزة أعمل دراسة حال عليه بقى، ده مهمة دي. إيه اللي عمل؟ المخدرات. زنا المحارم من الحاجات الخطيرة اللي موجودة في المجتمع، وفعلا من الحاجات المقفولة ومسكوت عنها، ومن أسبابها الرئيسية المخدرات اللي ممكن تذهب العقل بشكل كبير جدا، وبالتالي بياخد قرارات مش سليمة. الأسباب التانية إنك في الفقر، وكمان أوقات بيبقى كتير من الأسرة، وكتير عندنا من الأسر في المجتمع المصري كلها تقريبا 5-6 عايشين في نفس الأوضة، فبيحصل فيه نوع من أنواع التعرض الجسدي أو التعري الجسدي بشكل كبير جدا ما بينهم. واضح إن الأب ده عنده ميول جنسية تجاه الأطفال، لأنه مسك
ثلاث بنات بشكل مختلف، وبالتالي في نوع من انواع الشذوذ اللي هو التوجه تجاه الاطفال، وانه يترك الزوجه ويتوجه جنسيا الى الاطفال اكتر من وجوده مع الزوجه. واوقات العلاقه الزوجيه ما بين الزوج والزوجه بيحصل فيها نوع من انواع الفتور او البرود، فبيتحول الزوج الغير سوي الى انه يشيل الام خالص ويختفي ويعوض ده مع الاطفال، وكلها حاجات سيئه جدا بتاثر على الموضوع وممكن تؤدي الى زنا المحارم. كان حارس عقار في منطقه بولاق، وللاسف بنته صغيره، بنت في حدود 15 سنه، استدرج البنت ديت لشقق العماره اللي ماسك فيها، ماسك الايجار بتاعها، وللاسف مارس معاه علاقه محرمه، وكان نتيجه دوت انجاب طفله. لحد النهارده الطفله ديت مش مسماه باسم والدها اللي هو ابوه امها اصلا، ولا ليها اسم تحدد له لحد دلوقتي. جريمه لطفله كانت في بيتها دايما بتقعد وحدها، لان الام والاب كانوا بيشتغلوا ومعاهم الطفل الصغير، بيودوه الحضانه ويرجع بيهم، يرجع معاهم يعني. الحاجه دي كانت ممكن تاخد الوقت كله او اليوم كله، لانهم بيرجعوا مثلا على الساعه 5، والبنت اللي معانا اللي هي الضحيه والجاني والمجني عليها في نفس الوقت، هي على ما اظن عندها 12 سنه. ما كانتش الأب والأم بيتحكوا معاها ولا بيحكوا معاها، هي مجرد أداء ممكن تعمل الأكل لماما على ما تيجي من المدرسة، تعمل أي حاجة في البيت، ما عاشتش طفولتها، وكان الأب قاسي جدا عليها والأم. في جار تتبع خطوات الأب والأم وعرف أن البنت دي بتقعد لوحدها، فخبط عليها وقال لها أنا عمو وحبيبتي، وكان بيجيب لها كل الحاجات اللي كانت محرومة منها من الأسرة. واللي أهم كمان من الحاجات دي، من الأكل والشرب، هو الكلام الحلو اللي هي كانت محرومة منه من الأب والأم، فشافت فيه الحبيب، شافت فيه الأب المفتقدة الحاضر الغائب، وابتدى يقرب منها كل يوم، لكن هو كانت ميوله ميول جنسية شاذة. في حد من الجيران شاف الراجل ده بيتردد على البيت ده وهو الأب غائب والأم غائبة، فأول ما شاف أبوها قال له إني في جار بيطلع وأنت مش موجود. فالأب تصرف طبعا عشوائي جدا، بأنه راح اتخانق معاه في الشارع، فهنا حب ينتقم منه وكلم البنت وقال لها أنا ولا باباكي؟ قالت له أنت طبعا. قال لها طيب قبليني برا وأنا هديكي حاجة عشان ارتاح من بابا وماما وإخواتك أو أخوك يعني. فإدها نوع من أنواع السم تحطه في الأكل على ما تيجي بابا وماما وأخوها صغير تكون هي عملت الأكل، وبالفعل عملت اللي قال عليه بالظبط دون تردد، لأن هي اتربت تحت إيده هو من خلال العاطفة اللي بيوجهها ليها. إذا كان الأهل ما قدروش يعملوا علاقة عاطفية مع أولادهم من هم صغيرين، أو بيسموها العلاقة الأمنة، الطفل بيبدأ في الوقت ده بيدور على هذه العلاقة في أي حد بره. ولما يبدأ يدور على هذه العلاقة في أي حد بره، مش لازم تكون علاقة سليمة، ممكن تكون علاقة بره كل المنطق، ولكنها هي علاقة في الوقت ده هي علاقة البحث عن حياته وأمانه، لأنه مش لاقي الأمان اللي المفروض ياخده من أهله. فلما بيندمج ويلاقي هذه العلاقة، ممكن يضحي بأي شيء لضمان هذه العلاقة. فإذا كان هي البنت دي في الوقت دي شايفة إن أهلها هم أهل سميين ليهم، ما كانوش بيهتموا بيها، لا ما بيرعوهاش، وطول الوقت سايبينها الوحيدة، فما حسيتش بالأمان والطمأنينة من تجاههم، وبالتالي لما لقت العلاقة في شخص، أي شخص قدم لها الإيد وقدم لها الاهتمام، بقى بالنسبة لها أهم من أي حاجة في الدنيا. هي ممكن تتنازل عن وجود أهلها، لكن لن تتنازل عن هذه العلاقة الغريبة اللي هي بالشكل ده، فممكن تضحي وتأذي أهلها كلهم. من الجرائم الأسرية اللي حواليها خلاف وصراع تاريخي بين التحضر والمنطق والعرف هي جرائم الشرف. فكرة القصاص العائلي في حالة وقوع بنت أو سيدة في الخطيئة هي فكرة شرقية قديمة جداً، والمثير للانتباه والدهشة إن عمرنا ما سمعنا عن أسرة قتلت ابنها عشان ارتكب فاحشة الزنا، رغم إن ربنا سبحانه وتعالى لم يفرق على الإطلاق في العقوبات بين الرجال والنساء. وهنا بقى بيظهر ما يسمى بالعرف، اللي هو هذا ما وجدنا عليه آباءنا. الثقافة الغربية بتقول إن كل واحد حر في نفسه يعمل اللي هو عايزه، والمنطق الشرقي بيقول إن القانون هو الفيصل والعقاب هو مهمة الحاكم، كما استقر عليه الأمر في جميع الدول الحديثة. لكن العرف ما زال مصمم إنه ينظر لجريمة الشرف وكأنها غسل للعار أو كأنها بطولة، وبيثمن قيام صاحبها بها مهما اختلف المستوى الاجتماعي.
بل عادي جدا اننا بنلاقي فئات عالية الثقافة لكنها تؤيد وبشدة القتل في جرائم الشرف. جرائم الشرف اللي بيقتل بنته كجريمة شرف. المحكمة هنا فعلا انا تذكرت واقعة. كان اخ رجع من السفر، كان مسافر، لقى اخواته بيمارسوا بعض اعمال منافية للاداب، بيمارسوها بشكل اعتيادي بشكل دايم. هو سمع الاول فحب يتاكد، فلما اتاكد قتلهم. المحكمه هنا المفروض كانوا اختين ولا اكتر يعني؟ كانت قتل اخته منهم يعني أخت اللي كانت قدامه يعني. المحكمه هنا نظرت لهم يعني نظره للجاني بعين الرأفة، والمفترض ده كده قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد وعقوبته الاعدام، لانه طبعا خطط ودبر و لكن المحكمه هنا نظرت بعين الرأفة يعني. طب من جرائم الشرف، هي مش من جريمة، هي القانون ما وصفهاش، ما اعتبرهاش جريمة شرف، لكن نظرت لنخوة الأخ ونظرت للدافع والباعث إن الأخ دي قتل إزاي أخته. وأنا فاكر إن المحكمة رغم إن هي أدته إدانة لكن نزلت بالعقوبة الـ 15 سنة. المحكمة أشادت في حكمها بالموقف المشرف للأخ، وأشاد بموقف الأخ إنه قتل أخته. أشاد، مش أشاد بنخوته يعني، حطها في التقدير ان هو عنده نخوة ولكن هو قاتل. هذا الشاب فضل وراء احدى الزوجات، جوزها مسافر، وبعد ما سافر بفترة ابتدى ينشئ معها علاقة، وكانت هذه العلاقة علاقة غير شرعية. ما كانش هي دي القضية. القضية انه هو جه في احد المرات وقام بتصويرها، وبرضك احنا بنقول مش هي دي برضك القضية. امال ايه القضية؟ ان هو ابتدى يفتخر وابتدى يعني يقول ان انا راجل ماليش مثيل وماليش زي، وانا عملت مع السيدة فلانة الفلانية، ويعني ازاع هذه القصة قدام احد زميله، بل ويعني وراه على تليفونه ان هو يعني عمل هذه الفحشاء مع هذه السيدة. وهنا خلصة هذا الشاب راح واخد هذا الفيديو وراح بعته على تليفونه دو أنا أدري هذا الشاب. وللأسف الموضوع كبر أكتر من كده، وذهب الشاب التاني دوت إلى أهالي هذه السيدة وأطلعهم على هذا الفيديو، لغاية ما كان وقت القصاص تم اصطحاب هذا الشاب إلى مسكن الأسرة وتم إلقاؤه من الطابق الرابع. وبعد ما تم إلقاؤه تم يعني دغ دماغه بإحدى البلدرات الرصيف وقضوا عليه. بس هنا الجريمة ما انتهتش، كان هناك شريكة معه في هذه الواقعة، فعملوا في بنتهم نفس المنوال، أسقطوها من الدور الرابع على الأرض وبرضك راحوا دغين دماغها. وهنا حس بالكرامة وبالشرف، أنا حصل عندي بس أنا طهرت نفسي وتخلصت منها وتخلصت من الراجل اللي سبب لها العار والفحش. فكرة عندنا ان كل واحد بيبقى حابب ان هو يقول للناس ان انا محبوب، وان انا محبوب وان انا مطلوب وان انا حاجة حلوة يعني. فهو نوع من انواع التباهي ان هو بيقول للناس اني اكتر من حد بيميل الي او اكتر من حد بيوضح له. هو اسلوب من اسلوب التباهي، ولكن هو اسلوب من التباهي الرخيص، لانه بيستخدم فيها اساءة للبنات اللي هو بيتم فيهم العلاقة. واذا كان هذا الشخص بيكون بيمارس هذه العلاقات لمجرد فقط انه يشعر بنفسه انه محبوب، غالبا هو عنده نوع من انواع اضطرابات الشخصية اللي بيشوف نفسه كأنه حاجة واحدة منورة وكل الناس بيميل اليه، وده نوع من انواع الاضطرابات الشخصية اكتر منه من انه هو انسان يكون سوي. في نوع من الجرائم بيطلق على صاحبها اسم السفاح، اللي هو متعدد الجريمة زي سفاح كرموز، سفاح المهندسين. لكن قذافي ده سفاح الجيزة الشهير كان سفاح عائلي، وبعد ما قتل صاحبه اتجه إلى قتل زوجاته واحدة تلو الأخرى وبدم بارد جدا، لدرجة أذهلت كل المصريين اللي ما عندهم شك في إن ممكن عادي يكون عايش معانا ناس شكلهم طيبين وبتوع ربنا لكنهم في الأصل سفاحين. عرفت بقى تفاصيل جريمة فاطمة إزاي؟ من اعترافاته ولا كان في اعترافاته ومثل الجرائم؟ كان الاول كان في المقدمه نديم دي، فالمهندس رضا برضو خلص منه
جه في موضوع فاطمه بنتي كان ماشي معاها بمخدر على طول، فاكرها ليلة نايمة. حصلت مكالمة تليفون مع واحد فما تعرفش هو الواحد ده مين، فقال له هنعمل ايه مع المهندس رضا؟ المهندس رضا انت بتقول هيجي ومش هيجي؟ قال له خلاص ما تقلقش مفيش حاجة اسمها المهندس رضا. ازاي؟ وقال له انا خلصت عليه ودفنته لك كمان. مين سمعت المكالمة دي؟ بنتي. قامت بصوتها مجرم، هبلغ امن الدولة، هبلغ والدي، هبلغ مش عارف ايه. الكلام ده كان خطفه 20 رمضان. الكلام ده باعترافاته اللي عاصم بيه. طبعا بتمثل الخطورة ليه. قعد متوحنا بقى، كان بيجوا اول يوم العيد يصلوا معانا ومش عارف ايه، بقى يطلع حجج ده عيانه، ده سلمى تعبانه مش عارف ايه، الكلام ده كله. لحد طبعا ما جت موضوع الاختفاء. من هنا بقى عرفنا. وقام بقى مفسر بقى الجريمه كلها ومثل الجرائم كلها ثلاث جرائم. واعترف هو قتل فاطمه ازاي؟ اعترف، حط لها سم في عصير. وبعد ما سماها الجبروت بتاعه بقى لحد مفرتك الجمجمه. نفس القصه دي مع المهندس رضا. يعني حتى احنا لما استخرجنا الجثمان طبعا كان عباره عن عظم، لقيت الجمجمه فعلا فيها اربع حتت. كان شكله ايه او طريقته ايه او اسلوبه ايه؟ يعني هل كان يدي او يوحي ان هو سفاح محترف كده؟ لا لا لا، طيبه من بعدها طيبه. وحته التهتهه بتاعته دي ومش عارف ايه، وكان يحصل اي مشكله مع اي حد يتسامح فيها، وممكن لو ليه اموال عند حد برضه يتسامح فيها. كان بظاهره غريبه جدا. كانوا مسمينه الشيخ قذافي. الشيخ قذافي. ومربي دقنه ولابس يعني او شكله العام يعني انه راجل شيخ. وراجل شيخ بقى ومربي دقنه، والاذان بيصلي ومسايب الفيسبوك وداخل المسجد. لكن سبحان الله ما فيش مره صلى معانا وتوضى فيها. سلمى موقفها ايه دلوقتي معايا؟ سلمى دلوقتي معايا. يعني ايه شعور او ايه نفسيا هي بيتقال لها ايه؟ هي سلمى دلوقتي عارفه اللي انا بابا وجدتها ماما. يعني حتى لما بتقابلها اسم قذافي ده فبتسأل عايزة تعرف ايه اسم قذافي اللي فبندخلها في اي حوار لحد طبعا ما نشوف هنتعامل معاها ازاي. هو سليم لان الموضوع تكرر يبقى هو سليم، والموضوع فيه نوع من انواع الحرفية يبقى هو شخص سليم نفسيا، وان هو كان بمارس ده ممكن يكون مثلا من رغبة في التخلص من الناس اللي موجودة، أو الناس دي ممكن تكون عرفت عنه بعض الأسرار أو بعض الحاجات، فهو بيفكر أنه بيتخلص منهم. بس هو سليم نفسيا لأنه في كل مرة بيتفنن في الشيء ده وما بيكونش حد واخد باله هو بيعمل إيه، أو ملفتش الانتباه للناس أنه هو مريض نفسي. طبعا سفاح الجيزة ده شخص دموي غير طبيعي ولا يمكن اعتباره ظاهرة أبدا، لكن ممكن نستفيد من قصته دروس وعبر، اللي هو ازاي تقبل زوج لبنتك بلا تاريخ، او زي ما بنقول مقطوع من شجرة، خصوصا في زيجاته الأخيرة. لكن ممكن نقول لا يمنع حذر من قدر، ولا نملك غير اننا نعزي أسر ضحاياه. طيب بعد ما استمعنا للمحتوى المليء بالعنف والقسوة ده، هل ممكن نخرج بنتائج او معلومات عن اسباب هذه الجرائم؟ هل ممكن نلخص المعطيات اللي ممكن تكون هي السبيل الى الجرائم الأسرية؟ خلينا نستمع لآراء السادة الضيوف. البعد عن الدين، تعاطي المخدرات، تنشئة الأسرة الخاطئة في اختيارها لأبنائها للأزواج، واختيار المادة قبل الشخصية اللي هنديها بنتنا، أو العكس. ما هي برضو ممكن في زوجات مرضى نفسيات وبيحصل غش في الزواج فيها، ما تعرف تعاطيل المخدرات ولا لا، تاريخه الإجرامي إيه، تشوف سوابقه، علاقته في العمل إيه مع زملائه، علاقاته إيه كلها إيه، أسرته إيه، أمراضه الوراثية إيه. موضوع العنف انتشر برضه قد يكون بسبب النشأة من هو طفل شايف عنف قدامه. هو بالذات لشراء المخدرات، وأصل دايماً إحنا بنقول إن جريمة المخدرات من الجرائم المرتبطة، من الجرائم اللي دايماً ساعات واحد يسرق عشان يشرب مخدرات او عشان يشتري المخدر، وساعات واحد يقتل عشان يشتري المخدر. خلي بال حضرتك متعاطي الهيروين تحديدا ميعاد الجرعه ما بيجي بتبقى المساله صعبه جدا جدا، فممكن يرتكب اي فعل. ثلاث اسباب رئيسيه للجرائم الاسريه، اما الطمع والحقد، الطمع في المال، اما اسباب نفسيه، المرض النفسي طبعا كتير جدا، اما الخلافات الزوجيه والخيانات الزوجيه. بس ثلاث أسباب دول.
ميراث برضو من الأسباب الكتير اللي ارتكبت بسببها قضايا قتل. للأسف الشديد برضو بعض الثقافات القديمة بقى بتاعت أنا ما ورثش البنت ولازم أورث الواد بس، وبعدين الأرض اللي على الناصية ياخدها الولد واللي تحت تاخد، ويبتدي زوج البنت والولد والأخ أخو الزوجة يبدأ المشاكل والخلافات، ويمكن الأمر يفضل يتطور لحد ما ترتكب جرائم قتل. العودة لقيمنا الدينية والخلقية وتأهيل القائمين على اللي هم الدعاة وإمام المساجد، وخاصة في الأرياف لأنهم بيقوموا بدور خطير في التوعية العكسية الدينية الخطيرة متطرفة، لأن كل أقوالهم غلط على فكرة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الإعلام. الإعلام ده اللي يقوم بقى أفلام ومسلسلات وتبعد عن العنف وعن المخدرات وعن الجنس، وترجع لنا الأسرة الحلوة المتماسكة اللي بتحترم الكبير. جمع أسرتك تعرف مشكلة ده إيه، بنتك دي عندها إيه، قابلت إيه، مشاكلكوا إيه، ما تفرقش في المعاملة بين بنات وصبيان، ما تعملش، ما تبتديش العنف بتاعك بختان الإناث. في بعض الحاجات في الحياة الزوجية أنا دايما بقول للناس عيشوا مع أزواجكم عادي وما تقولوش وما تتكلموش في حاجة معينة، بس في حاجات أنا دايما بقول عليها خط أحمر. الضرب، الست اللي اعتادت إن هي تنضرب من جوزها، جوزها مش هيبطل يضربها، يبقى لازم يحصل وقفة. جرائم الأسرة دي تحديدا لابد إن المشرع المصري يعمل لها قانون خاص. إحنا عندنا المشرع المصري ما اهتمش غير في محكمة الأسرة بغير قضايا النفقة وقضايا ضم الرؤية والكلام ده كله، لكن في جرائم الأسرة لازم يعمل دوائر خاصة لجرائم القتل والجرائم اللي بتترتب على الخلافات الأسرية، لأن دي بتتميز بتختلف بمعيار معين تماما عشان نوصل لإزاي بنوصل للنتيجة، فبالتالي نلاقي حلول عشان نمنع الحد من الظاهرة من ارتكاب هذه الجريمة. كل الجرائم اللي الستات ماتوا فيها بشكل بهذا الشكل أو الزوجات كان يسبق حكاوي كتيرة جدا للمأساة اللي عايشاها، سواء ضرب أو إهانة. ويمكن في حاجة إن الزوج كمان وخصوصا لو هو متعاطي بيموتها بشكل بشع، يعني الأم بتيجي تستلم بنتها جثة هامدة. يا جماعة لما نحل المشاكل، كل مشكلة ليها حل، كل مشكلة ليها حل، ولو ملهاش حل فالطلاق بيصبح حل، أو الانفصال حتى عن بعض شوية ليه حل، ولكن روحي ويكون في مخاطر، لا، كل أم تسأل بنتها هي المشكلة إيه وإنت تقدري تعيشي معاه ولا ما تعيشيش. كتير بيطالبوا بفكرة التحليل النفسي والصحي قبل الزواج، دي ممكن تقلل عدد الجرائم الأسرية؟ أكيد طبعا، أفضل بشكل كبير جدا، وخاصة إذا عملنا عملية تحليل شخصية للطرفين ونشوف إن الطرفين دول ممكن يتوائموا مع بعض بشكل ولا لا. يعني لو شخصيتين مثلا نوع من نوع العنيفين هما الاتنين، أكيد دي هتبقى فيها مصايب. لو الشخص هنتوجه لهم وقتها بالنصح ولا هنمنع زواجهم؟ ما نقدرش نمنع، محدش يقدر يمنع حاجة، بس نقدر نقول إن دي هيبقى فيها نسبة مشاكل بشكل أكبر بينكم وبين الطرفين، ويفضل ليكم إن إحنا يا إما ما ترتبطش يا إما هنضطر ناخد برامج علاجية أو برامج تأهيلية، وندي نفسنا فرصة للاندماج مع بعض فترة أطول قبل ما ناخد القرار بالزواج. ممكن حد يقول إن دي معظمها أسباب، أمال فين الحلول؟ الحل ببساطة هو تلافي الأسباب دي. يعني مثلا لازم ناخد من الدين سماحته، ولازم نرجع للترابط الأسري الحقيقي بعيدا عن الترابط الافتراضي بتاع السوشيال ميديا. محتاجين نمنع الجريمة قبل وقوعها بحسن اختيار الشخص اللي متقدم لبنتنا أو البنت اللي ابننا قرر يرتبط بيها. مفيش حاجة اسمها عصبي وإيده طويلة بس بكرة ربنا يهديه، ولا حافظي على بيتك واستحملي الضرب عشان تربي ولادك، لأنها لو قدرت تستحمل فالولاد دول هيطلعوا مشوهين نفسيا، وساعتها ما تزعلوش لو بنتكم ارتكبت جريمة أو انتحرت أو رجعت لكم في صندوق. نفس الكلام ده للرجالة، لو مراتك عصبية ولسانها طويل تطلقها مش تقتلها. لازم يبقى فيه اختبارات قبل الزواج صحية ونفسية وجنسية، وتكون نتائجها ملزمة أو على الأقل تبقى على مسؤولية أصحابها. لازم نواجه شبح المخدرات اللي بقت مرتبطة بشكل تلقائي بالجرائم الأسرية، لأن مفيش حد هيقتل ابنه أو أبوه إلا في الغالب وهتكون المخدرات شريكته في الجريمة. لو عندنا حد مريض نفسيا لازم يخضع للعلاج، وبلاش حكاية ده بتاع ربنا ويلا نجوزه عشان يعقل، مفيش حد بيعقل بالجواز يا جماعة.
بلاش نضغط على بعض نفسيا ونعاير ونتنمر ببعض لغاية الانفجار، واللي غالبا بنكون احنا ضحاياه وبندفع ثمنه من حياتنا. اما المنحرفين جنسيا فياريت نبطل نبرر لهم افعالهم بايه اللي وداها هناك وشوف كانت لابسه ايه، عشان اللي بيثار من طفله صغيره مهما كان لبسها هو اللي شاذ ومش طبيعي مش هي ابدا. اما جرائم الشرف فنفسي اقول لمرتكبيها ان المهللين والمهنئين لهم يرجعوا يمارسوا حياتهم الطبيعيه عادي جدا في الوقت اللي هم بيضيعوا باقي عمرهم وراء القضبان، رغم ان القانون كان موجود وجاهز لاسترجاع حقوقهم وغسل عارهم برضه لو هم المبلغين. اما المطالبه الاخيره ودي ممكن نعتبرها نداء شخصي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عايز اقول له يا ريس احنا محتاجين قانون يحكم العلاقات الاسريه وينظمها بعيدا عن الاختلاط بالقتلة والمجرمين في الأقسام والمحاكم. محتاجين أقسام شرطة مخصصة للأسرة أسوة بمحاكم الأسرة. عايزين تعديل جذري لقانون الأحوال الشخصية ينقذ ملايين الأطفال المصريين من تعنت الأم أو تحكم وسطوة الأب في حالات الطلاق. عايزين قانون رادع وحاسم يمنع التعدي على المرأة بالضرب، ولا بعصاية ولا بالسواك ولا بأي حاجة، كما يردد ويبرر بعض طيور الظلام، لأن العلاقة تلخصت في إنها إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. شوفكم الوجه الجاي.